إكسبرس FM الأخبار. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة التونسية الجزائرية في المجال السياحية التي يشرف عليها وزير السياحة محمد المعز بلحسين ونظيره الجزائري ياسين حمادية تسفر على الاتفاق على تحسين وتطوير التعاون الثنائي في عدد من المجالات على غرار تبادل المعلومات والوثائق والخبرات والتجارب في تنفيذ النصوص المتصلة بتصنيف واستغلال المؤسسات السياحية بما في ذلك مراكز الاستشفاء. كما اتفقت تونس والجزائر على تحيين اتفاقية التوأم المبرمة بين مؤسسات التكوين السياحي بالبلدين وتنظيم دورات تكوينية قصيرة المدى مشتركة للعاملين بالمؤسسات السياحية وللعاملين بمكاتب الاستقبال بالمعابر الحدودية وبالمدارس السياحية الحدودية توزر وعين درهم. أما في مجال الاستثمار والتنمية السياحية والجودة فقد اتفق البلدين على العمل على أحداث آلية تمويل المشاريع السياحية المشتركة ومساندة الاستثمار بين القطاعين العام والخاص وكذلك التشجيع على الاستثمار في تطوير وتحسين وسائل النقل السياحي للربط بين المدن السياحية التونسية والجزائرية. وزير التكوين المهني والتشغيل الأسبق فوزي عبد الرحمن ينتقد خلال حضوره في برنامج الإكسبرس أحداث المجلس الأعلى للتربية معتبرا أن تكريس النظام الاقتصادي يعتمد على مناولة متدنية للأجر للشركات الأجنبية يتناقض مع الدفع على الرفع من خريجي الشهائد العليا. قبل ما تعمل مجلس أعلى للتربية تشوف المجلس الأعلى للموارد البشرية اللي هو ربما على الأقل التيتر نتاعه أحلى من التيتر نتاع المجلس التربية. احنا عندنا مشكلة نتاع موارد بشرية، سمعتها على خاطر تحيلنا مسألة الموارد البشرية إلى مسألة المنوال التنموي باش يبداو في ترابط ما بين الموارد البشرية ومناولنا التنموية الاجتماعية والاقتصادية إلى آخره، يلزم يبداو مقابلين بعضهم. ماهوش معقول تقول البلاد في تونس، وأنا هذا الملخص في تيتر معناتها الفشل الاقتصادي، ماهوش معقول تقول في بلاد أنا باش نعمل نظام اقتصادي يعتمد على المناولة الرخيصة الأجر للشركات البرانية ونعمل في نفس الوقت نظام تربوي يخرج لي شهيد عليا، مش مقابلين بعضهم. ودعا عبد الرحمن إلى ضرورة تقسيم تونس إلى أقاليم وذلك بهدف خلق الثورة وتعزيز التنمية الداخلية فضلا عن تطوير الاقتصاد في الجهات. علاش فشلت الجهات في انها تعمل تطور اقتصادي في الجهات؟ المجال الزاوي شبه ما خدموش المجال الزاوي، خاطر ما ينجموش يخدموا، على خاطر فما مساله تاع موارد بشريه، فما مساله تاع فلوس، خاطر يلزم فلوس، بينما كيف تعملها على مستوى اقاليم تولي عندك موارد بشريه اكثر وتولي عندك امكانيات ماديه اكثر. فانا في تقديري الشخصي يلزمنا نتعداو لجوز مسائل تاع تنظيم اداري وتاع الدوله، هي مستوى الاقاليم، تونس تتقسم على 6 ولا 7 اقاليم، ومن بعد فما مستوى البلديات ومستوى المحليات. انا هاوش نقول لك شنو الفكرة العامة ليزوبجيكتيف. أولا فما تناغم في وسط الجهة في وسط الإقليم ذاك من ناحية الموارد، بعد عندهم موارد بشرية باش ينجموا يعملوا دراسات إلى آخره. الأقاليم تاخذ هي حاجة هامة جدا في خلق الثروة وخلق التنمية اللي هي التهيئة العمرانية، راهي التهيئة العمرانية تخلق الثروة. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد تأذن بالاحتفاظ بالمنسق الجهوي السابق لديوان الخدمات المدرسية بالجهة ومزود خدمات على خلفية شكاية قدم بها المكلف العام بنزعات الدولة في حق وزارة التربية مفادها وجود فساد وتلاعب في صفقة التعبئة وصيانة قوارير الإطفاء بالمعهد التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بالجهة. المجلس الجهوي بتطاوين يمول مشروعين جديدين لتحسين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة متساكني عدد من قرى معتمدية تطاوين الجنوبية بكلفة تقدر بحوالي 856 ألف دينار وفق ما أكدته المصالح الرسمية بالولاية. في أخبار العالم، حيث صدق مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم على بروتوكول انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو ب 202 صوت مقابل رفض 13 عضو بالمجلس وامتناع عضوين عن التصويت. هذا وتحتاج الدولتين إلى مصادقة الدول 30 الأعضاء في الحلف بموجب المادة 5 من ميثاق الناتو للدفاع المشترك. وختاما، حث دول مجموعة السبع الصين على عدم تغيير الوضع الراهن بالقوة من جانب واحد في المنطقة داعية إلى حل الخلافات على جانب مضيق تايوان سلميا. إلى هنا نصل إلى نهاية الموجز، قدمته لكم نوع مغرب، إلى اللقاء.